وأرسل الله إلى هو صادر جميع الرسل رسول شردن مبشرين حالين كوا بشارينية ومنذرين حالين كوا الدقاية ومبشرين موحد الله وطاعه بالجنة كإلهي كليا عدى عتشن يقو بشارينية ومنذرين من أشرك بالله وعصاه بالنار كإلهي أشريك يا لا عاصيانا وحي مركا وقود ديقيين نار بشارده والإخبار بما يسر وقفك إن لو قوة الرامة وحفر احتقلية تاس معناها ساعة الصلاة وادع ذا مركا غير كود وارك حنا إن بشارة القشق فبشرهم بعذاب أليم لكن ده قرينة تسيسة إذا أطلقت البشارة دي لا إطلاق وح قرينة على الراعين والإخبار بما يسر بما يسر وإن عدة الله الله يلوش يقول له قوة الرمو وحي كفر حال محاب بشارة اللو يري لأن غفك مركو ورو كفر حاو مقلو أرين تاسي قلبي قيسة تاوان إسا لي قيسة كعية أرين كا راد كيسة أيا بشارة ديسة وشير كيسة كبوقانية ساو قد بشارة اللو يري إن ذار كرا هورين وصا أرقني والإعلام المتضمن للتخويف وأجيسينتا كوبسنا يسبق الجليل أفكوا الله ورميا وركاسنا وحاكو قد تشراء مالا الصعودة إن لبق الجليل مصنفك رحمه الله تعالى مركو الشاقي وصول الإيمان كوح كم يدا ولباء الإيمان باليوم الآخر كم يدا سأل إيمان بالبعث والحساب والجزاء هل كان وحكو شيء أصل كلام من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل جميعا وهي الرسل شعرنا للرمية والإيمان بالرسل محمد مركة لو قسوا عليه مصنف رحمه الله تعالى سنه يقصوا أرقني أصل كلابات إيها معرفة الدين ودي أركان الإيمان يكترتين وكم ديهاي الإيمان بالرسل وحكو قسوا عليه لتعلقه بالأصل الثالث الإيمان بالرسل وعلاقة لليه أصل كصدحات صدح ذا أصل كمذا لأن الإيمان برسول من الرسل يقتضي الإيمان بجميع الرسل رمين تقفك الرسول ورمي رسول كمذا وحكا إنسان رسول شعر لأنه رمي الرسول كاسا رسول شيء كلنا شيء والتكذيب برسول واحد يستلزم التكذيب لجميع الرسل رسول قول إلا بيني أنا محيك إنسان إسا رسول شوردن إلا بيني دوغفكو إلا هذا جميع الرسل وان رميسان هاي إلا نوحا هل يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا وهي الإيمان بالرسول واحد قفك لقمت دلبينا محالة دلبي الإيمان بجميع الرسل ولهذا إلى أي وحيري في القرآن الكريم كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح وحي بينيين مرسلين تي رسول كله نوح أنا هين الله درين اللي مش يجين حتى أنا نوح بي بيني لما أنا مرسلين تبي بيني بالين وايو تمر هدي نوح بيني رسول شي كله بيني من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل من كذب حرفا من القرآن فقد كذب جميع القرآن والدليل مو المصنف كوحة والدليلة إلى هين وصادري رسول شاردن مهمة وظيفة أوين وصدرين هذا البشارة والنذارة قوله تعالى إلى هؤلاء رسل المبشرين أي أرسل وصدر إلى هؤلاء رسلا رسول شخص مبشرين كوا بشارين ومنذرين محيو صدر إلى هؤلاء لألا يكون للناس سأنو ضدك وقصقنان على الله إلى هؤلاء حجة حجة يوحي كدو بعد الرسل بعد إرسال الرسل رسول شخص درستو ذا دبدي آياتاني مرقى كباد وحي عدايسي إلهين ورسول صادري وحي كلاي عدايسي رسول شو وذيفدو دا يشقدو دا وحكم دا وأنهم يبشرون من أطاع الله وينذرون من عصى الله وإن يبو شارين أيان كإلهي عدايعا كإلهي عاصيانا أيودي قيان وعقاب عذاب أيودي قيان marka rasuulsha hikmadda ama ujeedada loo soo diray waxa ka uu ka ah iqaamatu alhujjati ala alkhalq khalqiga in hujjada lagu oogo waa hadhow marka ilaahay la horgeeyo waxay ku doodaan aan helin
آيات دانا والغشة يقول لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أرينت الله بعد الرسول شيء إلهي وصوت ديرانه ولتوجيه الناس وإرشادهم وضد حق إلهي الله أمره وضد كين يتصال وضد حنة ضد كين يقد ديقان وحيات داني مركا موتشي الساي الرسول شيء إنتي لصوت ديري كدي وحي الرسول شيء الله صوت ديرينه وضد كجاري ضد كين أنا عذر دار لهين الرسول كين لصوت ديره وقوله حجة كما قميصه الرسول كوحي لا صوت دروين ودتك قال مركز حجد كقومس وإلهي بدي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا انتو إلهي رسول صوت دري دبديت قفنا حجه وكدوده ملح وهي دتك مخي عديين امر الدين يوحي إلهي رالك كنقون يوحي إلهي وعدوني ودد جنده لو مريه تنارته لو مر فلم يبقى لمعتذر عذر من عذر دارت عذر دار ما هري وكإلهي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله حدانو كهلاقي لين عذاب رسول كورتي أنه رسول كودرين لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى حول الله آيان ماذا رسول نوسو درت أنه آياتك راعنا انتان ندلوبين وانا نهوبين آيات المصنف كوشاقة وحلم إذا قول الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق اتخذوا آيات وما أنذروا هزوا قال وأولهم رسوشا إلى يوصد ديري كودو ري نوح وي عليه السلام وآخرهم كودو الدن بيرا ومحمد صلى الله عليه وسلم هل كان المصنف كوشاقة أول الرسل هي آخر الرسل أول الرسل ونوح آخرهم نوى محمد عليه الصلاة والسلام والدليل وحاو الدليل على أن أول رسول شكور ري نوح يا عليه السلام قوله تعالى وي إلا يولي إنا أنقو أوحينا إليك ونكو وحيوني ني محمد كما أوحينا سانقو وحيوني إلى نوح ووحي نوح أنو وحيوني وآددك إنو التوحيد كوي على شرك قنا وقد قنا أدي قنا كو وحيوني وطلب هذا النوع وحي قنا كو وحيوني والنوع وحي جان وحيوني نوح ووحي جين نوح ما وحي الرسالة والرسول بوها وحي جاني محمد نوح محي ووحي الرسالة والنبيين النبيين تسان وجو وحيوني من بعد حالة بدي أي مدين مركا كما وحينا إلى نوح ووحي خاص وحي الرسالة تسوى مسلا مسلا لبعض المراد بالنبيين المرسلون إلى نوح والنبيين من بعده النبيين الكام حالو قد شهده المرسلون أيها اللو قد شهده الرسول شبه اللو قد شهده آيات دان السيدة إنو تصير إسا النبي نوح إنوها أول الرسول وحينو تصير إسا آيات داني أن الله قدمه في ذكر الإيحاء إليه إلهي عد وحي ودمرك كور رمى يدي النبي نوح بوهر شاقع رسولشي كلنا وكدن بيتسيه وحيري والنبيين من بعدي رسول كلاه والنبي نوح ورتي جوغي اولو وحيو دهدو تشري لا اله الا الله مركا ما حتى لا فهمي انه لم يكن رسول قبل نوح نبي نوح ورتي رسول انا رجري دتك غير كود مؤرخين تقار كود با وحيرادان اول رسول هو ادريس تاسنا باطل دليل لما بل هو مخالف للنص القرآن والسنة قرآن كي السنة من خلاف سوي وحان ظاهر إدريس إنه كمدها من أنبياء بني إسرائيل ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وآد وقدم به واي هذا مسألة للسويدين كان مركا لك على مرين نبي آدم ميانو كور رين نبي نوح محالو إلى أول الرسل وحوها نوح وحي تاسكو بنا يسانتهاي أن هناك فرقا بين الرسول والنبي والنبي الله نوح رسوش وهري النبي هذا ومهرين ويحاق وحيودك والله يحاق الرسالة وحي الرسول لغو نغل يحاق نبوة يوحي النبي لغو نغل مركا الإيحاق الذي قدم فيه نوح هو إيحاق الرسالة وحي كان نبي نوح لغوه الرئيسي عدو الباء وغوه الرئيسي ووحي الرسالة
أنا مرك أول رسول بوها إيحاء النبوة وحكجوه الرئي نبي الله آدم بلا خلاف. نبي الله آدم في حديث كأبي أمامة كصغن وعلان رجلا قال يا رسول الله النبي كان آدم قال نعم مكلما نبي الله وحي الله أظلمه قال فكم كان بينه وبين نوح نبي آدم نبي نوح مدين تلك بود حيسي قال عشرة قرون طبعا قرن وصي ابن عباس شاقي ددك على الشريعة والوحي هاين. شيخ الإسلام ابن التيمية في شرح العقيدة الأسفهانية وحي كيري فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم عليه السلام. نبوة آدميين تدحض وقت النبي آدم يكسوا بالعبط كان نبي نوح نبوة ويكوريس تيسقوا لك وسدوا محي والرسول لماذا فإنه كان نبيا نبي آدم نبي بوها كان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالإضرار إن مديس نوقرني النبي مديس يا حواش السبب أدي لك لواتر تاو تلمام السنة بأنه أول رسل يبي منها قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وحنوحي وحن الدربون إلى نوح يا إبراهيم ذريته ودان وكتابك إيو نبي نمدي بقليني مركوا كدن بيموي صنوهنا الصريح بكوي حديث كأبي هريرة البخاري مسلم وريين تدكو يوم القيامة مركا اتقى النبي آدم الى إلهي نغشى في عقاب وحديث كترتين ورانا اذهبوا إلى نوح نوح اتقى وعذر دهراني فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل حنا نوح واضوا حتى كير رسول شوري إلى أهل الأرض الله صدري إلهينا سبحانه وتعالى ومقليا وركان ما إنكرين ربي سبحانه وتعالى وكل أمة نبي محمد الودن بيانا محاول دليلة قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكين نبي يضل وختمين نبي محمد عليه الصلاة والسلام بالنص الآية نبي يقول عليه الصلاة والسلام حيري لا نبي بعدي نبي أنا يقدم بيانا مجرى وعلى المصنف رحمه الله وكل أمة أمضي جماعة كستة بعث الله إلى هواد دري إلى هيدا الرسول أبو دري من نوح لقصوا بلابا إلى محمد لقصوا قارو يأمرهم وحو أمري رسول الله دري بعبادة الله وحده إله قرير عابدا وينهاهم وحو كره عن عبادة طاغوت طاغوت كير عابدا صنفكم مركو شاقي إلى هيدا الرسول صوت دري وحاو كحك سيي صابت الرسول شاء الله صوت دري إن أهيد الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك إن ضدك أبوي يدان توحيدك شرك كان ضدك إن وجد جان أصل كاكاها وحكى أي رسول ضدك وشيء جيان ووح كفر عمي أصل كاس وأصل الدعوة كدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك دعوة كاست وأصل كاس كم بقية هنا دعوة صح معها وأنا أصل كديجان توحيد كدتك لوجي يرى لبارة شركة لوجد ديجو بتفاصيله أرنتها سوى ميزان للدعوات وميزان دعوتها تراد كل ميزان كرتو والدليل بروحه والدليلة إن الرسول شو عيدتك التوحيد كوجي يرى شركة لوجد ديجين قوله تعالى إلى هؤلاء ولقد بعثنا ربها وندري أرسلنا في كل أمة أمتك استدح لي رسولا قائلا حاله لي رسول كاسي أن يعبد الله إلهي عابدا أي وحد الله إلهي كليه أي بالعبادة بالحقوق والخصائص واجتنب الطاغوت طاغوت كان كفق هذا وكان يراد وكان يعبد الله ويامرهم بعبادة الله وحده إلهي قلين عابدا بأمره إلهي عابدا بالله ما لكم من إله غيره أي رسول شو أنت بدر عينيه معبودك لو حق مليد وجتنب الطاغوت نوى التحذير من الشرك الطاغوت قال كما حلوقت شيدا كل ما عبد من دون الله وحكستو عن الله أهين ولا عابده قال وافترض الله إلى يوحو كفر ليالي على جميع العباد الدوما أوردن الكفر بالطاغوت طاغوت كين يكبر النقضان والإيمان بالله
يا إلهي سبحانه وتعالى الروميان بإلهي كفر اليالي